الاخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. فلوك ديال اليوم الاخوان بتاريخ 28/1/2023. بالنسبه للطوموبيلات اللي عطيني الاخوان، هنا عطلقات الكوفه الطوموبيل اللي جاي من طريق تيم حضيت، والطريق اللي طالع على تيم حضيت راه مبلوكيه، راه مسدوده. تحياتي للجميع. كما تشوفوا معنا راه الباريا القدام الطريق راه مبلوكيه. اهلا عبد الله بخير، تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا الاخوان مع دخلتي تبارك الله عليك، تحياتي، الله يسخر، الله يسهل الامور، نورتي المدينه. الحمد لله، الحمد لله عليها، تبارك الله. ديال الشمال الحمد لله. تدي بلاصه ولا بري؟ تحل الطريق دابا؟ تحل الطريق واحد شويه. اي والله يسخر، كلشي على الله، الحمد لله عليها، الحمد لله على التليجات، الحمد لله. تا دابا ولاد منطقتي تنفعوا من هذا التلج هذا، بزاف كيتنفعوا بزاف، الحمد لله. الناس كلشي ناشطين دابا الصباح، كلشي ناشط، الناس الشمال مرحبا بهم، كلشي ناشط الحمد لله. بداو دخلتي وحنا دابا غادي بلاصه ان شاء الله الفوق، غادي بلاصه والجبل. تا هو فرحان بهذا التلج هذه، الله يسخر. ضروري الواحد يستعد للبرد، مبادرة الله يخطيك، الحمد لله الله يخطيك. أو دخلتي الله يحفظك، تبارك الله عليكم، تحياتي للرجال. ياك مرحبا بهم، مرحبا. أجي عطيني نمرة التليفون، عطي شي واحد يعطيني نمرة التليفون في الدراري. الناس تبغي سي استشارات، تبغي شي حاجه مرحبا. سير الله يسهل الامور، الله يجيب التيسير. الناس دابا الاخوه اللي بغات تجي لهنايا تستشر مع الدراري، راه تبارك الله وما راه ما تيخليو تقنت ملي تيكونوا هنايا. النواحي ديال ازرو اللهم يسر، تبارك الله ما شاء الله. أغلبية الناس ديال الشمال، أغلبية هما اللي حاضرين معنا اليوم، الله يدير الخير. تتكون معاملة ما بين الإخوان و الناس اللي مربين العودان، تبارك الله اللهم بارك، الله يسخر الجميع. مول الإخوان تحياتي لكم وتبارك الله عليكم، اللهم يسير. فلوك ديال اليوم الاخوان من منطقة ازرو، من منطقة ازرو اقليم افران المغرب، بتاريخ 28/1/2023. اللهم يسير، الله يسخر الجميع. الناس كما تشوفون هنا تبارك الله، اللهم يسير.